مرحبا بكم اعزائي متابعي قناه باب جولة، وين ما تكونوا وياكم مختار عراقي. اليوم الحلقه نتعرف على احد هواتف سامسونج اللي طرحتها قبل فتره، وهو جالكسي جي 6 2018. هذا الهاتف يعتبر من فئات متوسطه ويحمل مواصفات جدا مميزه ومقبوله من ناحيه السعر المقدم من الشركه، لان الشركه تحاول تنزل اسعار الفئات المتوسطه حتى تنافس بقيه الشركات اللي تطرح هواتف متوسطه باسعار معقوله ومقبوله للمستخدم. فقبل ما نبدي مع مواصفات هذا الجهاز، حاب انوه على شغله انه حابين احنا نغير اسم القناة، لذلك تركت لكم في الكوميونتي الخاص في القناة او المنتدى هناك اقتراح، فيا ريت تقترحون لنا اسماء متعددة للقناة وراح نختار اسم معين وغير موجود في منصة اليوتيوب حتى نخليه هو يكون الرسمي لقناتنا على اليوتيوب. لذلك خلوكم ويانا حتى نتعرف على مواصفات هذا الهاتف وهل يكون مناسب لك ام لا بعد الفاصل. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل هذه الاعدادات للحصول على اخر فيديوهات قناة برامج اونلاين. اول ما نبدي مع تصميم الهاتف من البلاستيك اللي الغير معتادين من شركة سامسونج، يعني حتى في الاجهزة المتوسطة في العام في السنوات السابقة كانت تقدم قليل من المعدن الالمنيوم على الاقل، او حتى البلاستيك تقريبا انقرض من عام 2015 او 16 من ناحية سامسونج، لكن الشركة هنا حابة تقلل كلفة الجهاز حتى تنطي الجهاز مع مواصفات وكاميرات وتقنيات تكون مرغوبة ومقبولة للمستخدم بسعر مرضي أيضا. لكن نتكلم عن أبعاد الهاتف، هنا تكون بسماكة 8.8 ملم وبوزن 154 غرام. أيضا أبعاد العرض هنا في هذه الشاشة، بما أنه هناك حواف بسيطة من الجوانب وحواف من الأعلى والأسفل، فهنا راح نحصل 18.5 على 9 من ناحية العرض. طبعا هنا لا يوجد أي نوتش أو شيء، لكن هناك هذه الشاشة اللي يكون الشركة تقدمها مع هذه الحواف اللي تكون مشابهة للزيت أونر أو الزيت هواوي بشكل عام. أيضا الشاشة هنا الشركة تستخدم السوبر أمول الشاشات المعتادة للسامسونج، ودقة الشاشة للأسف هي HD بلس وليست فول HD، وهنا تكون الدقة بحوالي 720 في 1480 بيكسل وغير مدعمة بأي غوريلا جلاس أو مغطاة بغوريلا جلاس لحماية الشاشة. أيضا من ناحية كثافة البكسلات هنا 294 بيكسل، وبما أنه هي سوبر أموليد مع الـ HD بلس فراح تكون وضوح الشاشة جدا مناسب تحت أشعة الشمس أو حتى في الوضع الليلي، فهنا وضوح الشاشة تكون جدا مناسب لأن HD بلس. ايضا من ناحيه الكاميرات اضافت الشركه هنا كاميرا خلفيه بدقه 13 ميجا بكسل مع فتحه f1.9، ولا تدعم التثبيت البصري او الالكتروني لكن تدعم الاوتو فوكس وقدره تشغيل الفيديو لغايه الفول اتش دي بلس بحوالي 1080 لكل 30 اطار بالثانيه الواحده. ايضا واجهه الكاميرا تحمل الكثير والعديد من الخيارات، منها خيار السيلفي فوكس، وهو هنا هذه خاص بكاميرا اماميه تحصل على فوكس معين حتى تحصل على اضاءه مميزه وصوره جدا رائعه من ناحيه الكاميرا الاماميه اللي تاتي بدقه 8 ميجا بكسل ونفس فتحه عدسه f1.9 وقدره تصوير فيديو فول اتش دي 1080. ايضا من ناحيه الميزات الاخرى اللي متوفره على الهاتف هو مساله فتحه مخصصه للاس دي كارد، هناك الجيل الرابع من البلوتوث، هناك ايضا منفذ السماعات موجود مع هذا الهاتف، ايضا السكيورتي الخاص بالهاتف هنا عن طريق الوجه او خاصيه الفيس اي دي، ومستشعر البصمه ايضا موجود خلف الهاتف تحت الكاميرا. ايضا نتكلم عن المعالج، الشركه هنا استخدمت معالجتها من اكسينوس وهو اكسينوس 7170 وهو هذا المعالج الفئه المتوسطه، ثمان الانويه بتردد 1.6 جيجا هرتز وبطاقه الجرافيك مالي تي 830 ام بي 1، وهذا المعالج يكون هو متوسط ويوازي ما موجود مع سناب دراجون 625 او 630 من ناحيه الاداء، اما من ناحيه بطاقه الجرافيك فراح تعطيك اداء جدا مناسب لبعض الالعاب، لكن او الالعاب القويه اللي تحتاج الى جرافيك عالي ما راح يكون مناسب مع هذا الهاتف، وطبعا انه يعتبر من الفئه المتوسطه مع التقنيات الموجوده وايضا مع دقه الشاشه. نتحدث عن البطاريه، هنا تكون بحوالي 3000 ملي امبير مع وجود منفذ المايكرو يو اس بي ولا تدعم الشحن السريع. تحدث عن الوان هذا الهاتف موجوده بالازرق والذهبي والاسود وايضا هناك لون بنفسجي. هناك نسخه 3 جيجا مع تخزين 32 جيجا بايت ونسخه 4 جيجا بايت مع تخزين 64 جيجا بايت، فالنسخه الاولى تكون 190 دولار، النسخه الثانيه تقريبا 230 الى 240 دولار تقريبا. فهذه هي اسعار الهاتف بشكل رسمي، وانت كمستخدم هل حبيت هذا الهاتف من ناحيه الفئه المتوسطه؟
رغم أن شركة سامسونج تحاول من خفض مستوى الفئة المتوسطة وتقليل الأسعار، لكن تفتقر إلى بعض المميزات التقنيات اللي ممكن موجودة مع هواتف أخرى، لكن هي تعتمد على مسألة اسم البراند. فهنا شركة سامسونج دائما هي تعتبر من الشركات التسويقية والتجارية لهواتفها. فبالنهاية إذا حبيت الفيديو شاركه مع أصدقائك، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأيضا مشاركة في اقتراح اسم قناة برامج أونلاين في منتدى القناة أو في الكوميونتي. شكرا لكم، كان معكم مختار عراقي من برامج أونلاين.